سلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح يكون فيديو عن كل انواع المقويات الجنسيه. هذا الفيديو اصلا نزلت هذا الفيديو نزلت سابقا وتم حظره. اللي حظره مو تيك توك، حظره بلاغات ناس مريضه، يعني ناس عن جد عندي مريضه نفسيا، بلغ على الفيديو على انه المحتوى انه مو مناسب او ما بعرف شو، مع العلم انه انا حذاكر. يعني هو عباره عن دواء مثل باقي الادويه، وشارح فيديو كامل عن طرق استخدامه، وقلت الفيديو الجاي راح يكون هو عباره عن منتجات، ولكن باعتبار تم حظر الفيديو هلا انا جاكار فيهم، يعني راجع منزله. لانه طبعا كثير ناس عم تسالني على الخاص انه انت نزلت فيديو الشرح، فيديو صور الادويه وين؟ فيديو صور الادويه نزلته، ولكن تم حظره بسبب بلاغات ناس مريضه، يعني مريضين نفسيا. هاي الفكره. هلا راح ارجع اشرح عنهم بالتفصيل، نزل الانواع كلياتهم. بالنسبه لاول نوع راح ارد لكم اقوى ثلاث منتجات منه. هذا هو النوع، بكون تركيبته سيلدينافيل. هاي النوع الاول منه، وهذا الثاني منه، وهذا الثالث. هذا طبعا بيكون اجنبي، سعره غالي شوي، سعره يمكن بحدود 700. هذول الانواع التركيه بس اداء جيد، يعني في انواع تركيب تكون جاي مو جيد، هذول النوعين التركيات اداء جيد وسعر مناسب. تركيبته هذا السيلدينافيل بتتاخذ قبل بنص ساعه، قبل بساعه. تاثيرها بيستمر تقريبا احيانا لحد 12 ساعه. تمام، هاي الانواع الثلاثه. هاي خلصنا من اول نوعيه. طبعا في منها عفوا من نفس هاي النوعيه السيلدينافيل بتجي على، طبعا هدول حبوب بتجي جوا العلبه اربع حبات. في منها بتجي هاي الشركه بتجي على شكل ظروف، يعني مثل سائل، يعني ظروف، بتفتح الظروف وبتشربه. هاي الشركه اللي بيسال عن شيء انه سائل شيء يشربه. تمام، بالنسبه للانواع اللي طبعا هاي الانواع يفضل مريض الضغط القلب اللي عنده هالقصص، هاي ما يستخدمها لهي الانواع. تاثيرها قوي جدا يعني بالانتصاب، ولكن مفعول انه ما بيستمر كثير، يعني ماكسيموم 12 ساعه. هلا بنرجع للانواع اللي تاثيرها بيستمر احيانا ل 36 ساعه، يعني لثاني يوم. وفي منها شركات كثير، اللي هاي هي بتجي عيار 20 ملغ دالدنافيل. تمام، تجي عيار 20 ملغ. هاي هي، تمام، هاي الانواع الثلاثه. طبعا هاي بتكون اغلى شيء، سعر اجنبيه. هاي الانواع المعروف يعني ميزتها تاثيرها بيستمر 36 ساعه تقريبا، بتتاخذ قبل بنصف ساعه من العلاقه. تمام، وفي شيء ثاني كمان انه آمنة جدا على مرضى القلب، الضغط، اللي عندهم أي أمراض مزمنة، آمنة جدا ما لها أي مشاكل. تأثيرها بقوة الانتصاب بتكون متوسطة، يعني اللي ما عندهم ضعف شديد فيهم يستخدموها، بيكونوا ممنونين جدا منها. وبتستخدم يعني مثل ما قلنا إنه تأثيرها بيستمر يومين، يعني وآمنة وأمورها تمام. هلا أنا نعرض لكم النوع الثالث، اللي هو في منه هاي الشركة ليفيترا. طبعا هاي أسرع نوعية ببدء التأثير تبعها، تأثيره ببلش بعد 15 دقيقة. تمام، يعني هاي وقت بتستخدم تأثيره بعد 15 دقيقة ببلش. تركيبة الفيردينافيل تأثيره بيستمر لحد السبع ساعات يمكن أو ست ساعات ماكسيموم، يعني تأثيره يعتبر قصير ولكن سريع جدا وقوي. في نوعيات ثانية كمان رح أصور لكم إياهن، بتجي نوعيات. طبعا هاي كل النوعيات هاي أربع حبات. في نوعيات ثانية بتكون عبارة عن 28 حبة. هاي أشهر ثلاث شركات منها، 28 حبة. هيك هاي النوعيات اللي بتكون عيار 5 ملغ مو ال 20، عيار 5 ملغ 28 حبة. بتستخدم خطة علاجية مرات اللي عندهم مشاكل تضخم بالبروستات أو التهاب البروستات، بيعطوني إياها الدكتور على شكل كورس كامل حبة وحدة يوميا. يعني مفيدة جدا يعني كعلاجيا، هسه أكثر من موضوع إنه تقوية عادية. طبعا هي بتقوي، حطوا بالكم، يعني في ناس كثير بتستخدموها للتقوية، يعني بس إنه لها استخدام رئيسي إنه هو ل مشاكل التهاب البروستات ولتضخم البروستات. في اللي بيسال عن حبوب تاخير، تاخير في بخاخات، بس البخاخات اللي ما بتنفع مع البخاخات في حبوب تاخير بتجي عيار 30 وعيار 60، بيجي جوا العلبه ثلاث حبات، اسعارهم بس بتكون مرتفعه. هاي العيب تبعهم، يعني يعني يمكن 30 سعر بحدود ال 450 او هيك شيء، ال 60 اغلب 200 ليره او بهالحدود. هلا بشوف لكم الاسعار يعني، بس حبيت اعمل فيديو انه مشان الفيديو بدل الفيديو اللي انحظر، يعني مشان بس هيك رد على هدول المريضين النفسيين اللي يعني اللي بلغوا على الفيديو، لانه دواء مثل باقي الادويه يعني. فما يعني وشارح انا انه في كثير ناس بتحتاج لهيك ادويه وبتخجل تسال بالصيدليه. بيجي مريض نفسي من هيك من راس المربع، يعني بيجي ببلغ على الفيديو، فاجاك عارف يوم يعني. لهيك انه انا بالعكس اصلا بالفيديو اللي انحذف كنت شارح نوعين ثلاثه، لهيك قررت بعد الفيديو انه اشرحها كل الانواع وضفت شغلات جديده كمان. هذا اللي بيعاني مشاكل ضعف بالنطاف،
تمام. هذا الحب بيستخدم مره صباحا مره مساء، اللي عنده مشاكل ضعف في النطاف او ضعف في عدد الحيوانات المنويه او عنده اي مشاكل، يعني مثل شو كيف بدنا نقول، مشاكل باللزوجه، اللزوج السائل، يعني المشاكل اللي عم تسبب حالات عقم، في يستخدم من هذا الصبح ومساء. طبعا اللي بتكون عنده مشاكل كثير بموضوع النطاف، يعني مشاكل بالحركه، مشاكل بالعدد، وعنده تشوهات بالحيوانات المنويه، في يستخدم هذا مرتين صبح ومساء مع هذا الحب مره واحده يوميا، وباذن الله بشوف نتائج ممتازه وبيدعي له. ياخذ هذا مرتين صبح ومساء، وهذا حبه واحده يوميا، وباذن الله بشوف نتائج ممتازه وبيدعي له. بالنسبه لشغله اخيره، للي مثلا ما عنده اي مشاكل، يعني بحس بس انه عنده احيانا تعب وارهاق ورايد شيك، يعني يعطيه انه طاقه وقوه بدون ما يستخدم الحبه يعني الزرقاء، في يستخدم شيء مثل هذا العسل من شركة الأكسو فيتال، الشركة طبعا معروفة بتركيا. خلاصة أعشاب نباتية وضايفين عليها الجينسينج، وضايفين عليها الليبيميتيوم، ضايفين شغلات اللي بتقوي طبيعيا. هذا بيستخدم يوميا ملعقة مساء، ملعقة مساء يعني قبل بساعتين ثلاثة بيستخدم، تمام. وإذا في نوع تاني أو شيء تاني نسينا سألونا عليه بالتعليقات، وسلام.